النهاردة تخرج الدفعة رقم 7 من كلية الطب قوات مسلحة، سبقتها 6 دفعات. الدفعة دي طبعا درست 5 سنوات دراسية داخل الكلية، وفاضل لها 2 سنين تدريب اللي هو الامتياز. بعد اجتيازها بيتم اعطاء الطبيب الامتياز مزاولة المهنة، وبيمارس مهنة الطب في جميع مستشفيات ومجمعات القوات المسلحة. الطالب طبعا موجود عندنا بيدرس دراسة كاملة، من يعني قاعد مقيم داخل الكلية بيدرس كل يعني مواد طبية زي باقي كل كليات الطب العادية، بس زيادة بياخد مواد طبية عسكرية، مواد عسكرية عادية. المواد العسكرية دي عشان تأهله، لأن هو بياخد شهادة إتمام الدراسة العسكرية عشان بيحصل على رتبة وبيتخرج ملازم أول. الطب المواد الطبية العسكرية زي طب الأعماق وطب الفضاء وجراحة وطب الميدان، فدي بتثقله عشان بعد ما التخرج ممكن يبقى موجود في تشكيلات فيها حوادث مختلفة زي الحروق وخلافه، فيبقى طبعا عنده خبرة في الحاجات دي. فبعد ما بيتخرج في جزء منهم بيتعين داخل الكلية، والباقي بيبقى بيتضخ في شرايين القوات المسلحة، بيبقى بينضم لإدارة الخدمات الطبية وبيخدم في التشكيلات والوحدات المختلفة. أول رسالة أنا يعني ببارك ليهم كلهم طبعا، لأن هم تعبوا، الدراسة شاقة جدا طب، وبالإضافة للدراسة العسكرية. الحاجة التانية طبعا هم لازم يهتموا باللياقة البدنية ويهتموا بالدراسة، الموضوع ما خلصش على كده، فاضل قدامه ماجستير وقدامه دكتوراه، والدراسات العليا مهمة جدا، وهي دي اللي بتثقل الطبيب بعد تخرجه. وطبعا الحاجة الأهم ان هو يحس ان البلد محتاجاه في وحدات المختلفة، وليه بيقدم التأمين الطبي والشق العلاجي لجميع ضباط وصف ضباط وجنود القوات المسلحة على مستوى الجمهورية كلها.